كابتن سامي، برحب بيك في مؤتمر صحفي خاص بمركز السرية والتحليل. كيف كانت التحضيرات لهذه المواجهة الصعبة أمام التحليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بعد نسق ماراثوني نوعا ما من المباريات في الفترة الأخيرة، حاولنا تكون تمارين أكثر استشفاء، أعطينا يوم راحة للاعبين، حاولنا نرموا شوية على المستوى المعنويات خصوصا بعد الهزيمة المباراة الأخيرة. أكيد الفريق مبروك للعربي، لكن الفريق السيلية ما يستحقش الهزيمة. معناتها المباراة كانت نجم تكون نتيجتها التعادل أكثر عادلة، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا كي أحكام الكرة، هكذا أحكام اللي ما يعرفش يستغل الفرص. كيف حاولنا معناتها ركزوا أكثرية على أمام المرمى، خصوصا مع قاعدين نضيعوا العديد من الأهداف اللي شبه سهلة. المباراة الأخيرة ما كانتش سيئة، معناتها اللاعبين ما نجمش نلوم عليهم، ممكن في فترات وجيزة متاع قلة التركيز على المستوى الهجومي ولا حتى على مستوى الدفاعي خلصنا معناتها الفاتورة، وكانت غالية بالنسبة لي غالية أكثر، خصوصا لإصابة عادل بدر، معناتها نتمنى له الشفاء. كذلك علي جاسمي اللي الحمد لله معناتها الإصابة ماهيش متطلبش راحة طويلة. إن شاء الله معناتها إن شاء الله نكونوا جاهزين على المستوى الذهني، ونواصلوا معناتها نواصلوا في الاجتهاد نتاعنا في الملعب والأداء، وإن شاء الله تتبع النتائج بإذن الله. هل السيرية قادرة على عودة الانتصارات أم أن المهمة صعبة أمام الدحيل؟ والله تحيل فريق مميز، زاد معناتها احنا في تصنيف تحيل والسد معناتها أندية منتخبات على حالها، معناتها ضم عدد كبير، ممكن الفريقين يضموا اكثر من 90% من العناصر الأساسية في نتاع المنتخب، كذلك العديد من اللاعبين المحترفين اللي هي تنتمي لمنتخبات أوروبية ولا أفريقية. دائما تبقى المباراة صعبة مع التحيل، لكن احنا معناتها في كرة القدم كل شيء جايز. العام معناتها كانت نتيجة إيجابية لينا، معناتها لما لا، معناتها إعادة سيناريو الموسم الفارط. ماذا ينقص السلية لتقديم مستوى ونتائج أفضل؟ والله ينقص النتائج، معناتها احنا ثلاثة مباريات، ممكن المباراة اللي أقل مستوى هي اللي فزنا فيها، مباراة السد ومباراة العربي حسب رأيي كنا معناتها ما احنا سيئين في فترة طويلة معناتها في المباراة، وكان بإمكاننا الخروج أقل شيء بنتيجة التعادل. لكن ضد أندية معناتها اللي عندها لاعبين يكتسبوا خبرة كبيرة، ما تنجمش معناتها كي تتاح ليك الفرصة باش تسجل وباش تنهي المباراة، ما تنجمش معناتها تفرط فيها على خاطر الخصم في أقل خطأ باش تتحاسب وتتحاسب معناتها بطريقة كبيرة معناتها، فهمت؟ لكن الحمد لله معناتها الفريق قاعد يتجانس، قاعد يتطور، اللاعبين الجد قاعدين يتأقلموا، قاعدين يعطيوا في أداء. وكما قلت معناتها في المؤتمرات السابقة اللي كونوا اليوم الدكة معناتها تنجم تخول لنا باستعمال العديد من اللاعبين اللي هما ينجموا يشعملوا الفارق إن شاء الله في المستقبل. هل جدول المباراة ظلم السلية؟ سد العرب مش حاجة جديدة، حتى دايما احنا نلعبوا ثلاثة ولا أربعة مباريات الأولى، دايما يا السد يا الريان يا التحيل، معناتها دايما عندك الأندية هذه تجيك في أول معناتها الحسن حظنا اللي كونا دايما عندنا التحيل والسد والريان. ها؟ تحس إن فريقك اتظلم في الموضوع؟ ظلم كلمة كبيرة، معناتها أنا ديما نقرأ حسن النوايا، ولو إنه ما ظهر لي اللي كونه الكمبيوتر اللي يقوم بسحب القرعة، لكن الكمبيوتر كثر علينا شوية معناتها. كل موسم يا تلعب التحيل يا تلعب الريان يا تلعب السد في بداية الموسم، ربي يهدي الكمبيوتر. توفيق. شكرا.